كشف معرض حوثي للصور عن مقتل أكثر من 1000 مجند من مديرية واحدة في صنعاء، كانت الجماعة دفعت بهم إلى جبهة القتال، وذلك بالتزامن مع مطالبات عائلات للجماعة بالإفصاح عن مصير العشرة من أبنائها التي اقتادتهم في الأشهر الماضية إلى خطوط النار. واتهم الأهالي في مديرية معين، ثاني أكبر المديريات في صنعاء من حيث عدد السكان، الجماعة الحوثية بالوقوف وراء اختطاف أبنائهم وذويهم من شريحة الشباب والأطفال صغار السن وأخضاعهم لدورات طائفية وعسكرية، ومن ثم تحويلهم إلى وقود ومحارق للموت. وجاءت الاتهامات وفق ما أفادت به مصادر محلية في صنعاء عقب مشاهدة العشرات من الأسر أبنائها المختفيين، وقد تم تعليق صورهم بشكل جماعي على سور مبنى البرلمان الجديد تحت الإنشاء أثناء احتفال الجماعة الذكرى السنوية لقتلها. وتحت ضغط أهالي المجندين اضطرت الجماعة إلى تدشين العشرات من معارض الصور على الطريقة الإيرانية لقتلها في جميع مديريات صنعاء وفي مقدمتها مديرية معين التي تضم في نطاقها 3 أحياء كبيرة ونحو 97 حارة. شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية، سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس وإعجابك بالفيديو.